طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من نقاش مع مسؤول. ما مصير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا؟ لما قررت وزارة التعليم ترحيل تلاميذ سنوات النقل؟ ما مدى تأثير هذا القرار على التحصيل العلمي للطلاب؟ وكيف ستعالج الوزارة هذه المسألة؟ كيف سيكون شكل العام الدراسي المقبل؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع الدكتور عبد الرحيم البركي، وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية، في حلقة الليلة من نقاش مع مسؤول. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ونرحب في هذه اللحظات بوكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية الدكتور عبد الرحيم البركي. دكتور عبد الرحيم، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من نقاش مع مسؤول. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. أهلا وسهلا، مساء الخير لأهلنا جميعا، وننتهز هذه الفرصة لنهنئهم العام الهجري الجديد، كل عام وهم بخير إن شاء الله. دكتور، خلينا نبدأ نقاشنا بمصير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا. أولا أنا شاكر تغطيتكم المستمرة دائما لكل اجتماعات ونشاطات وزارة التعليم، شكر خاص حقيقة لقناة ليبيا روح الوطن وغيرها من القنوات التي تعاونت مع وزارة التعليم، بخاصة في هذا الوقت بالذات، يعني في ظل ظروف جائحة كورونا. وزارة التعليم بادرت منذ بداية انتشار وباء كورونا، عافانا الله جميعا، فبادرت إلى تعليق العام الدراسي محافظة بسلامة أبناء الطلاب، وبدأنا نفكر حقيقة ونعمل بشكل مستمر على إيجاد الخطة البديلة التي تمر بأبناء الطلاب إلى بر الأمان وعلى التحصيل المعرفي ولو في أقل مستوياته. وبالتالي نحن عملنا في هذا الاتجاه، شكلنا العديد من اللجان التي كان من أولها التعليم عن بعد. وبالتأكيد الكل يعرف أن برنامج التعليم عن بعد يواجه العديد من التحديات. صحيح. سواء تحدي الثقافة العامة لدى المجتمع الليبي بشكل عام، أو حتى اللوائح القانونية التي تحتاج العديد من التعديل، أو أيضا الظروف القائرة، ظروف الإنترنت وظروف الاتصالات وظروف التيار الكهربائي المستمر. هذه كلها حقيقة تواجه برنامج التعليم عن بعد، لكننا نحن وزارة التعليم اعتبرنا أن برنامج التعليم عن بعد هو رافد للعملية التعليمية، ولابد أن نذهب فيه ونحاول أن ننجز ما يمكن إنجازه. بالتالي عملنا العديد من الأمور، بينها نشرنا دروس الحصص أو دروس الخطة الدراسية عبر العديد من القنوات، ولعل قناة ليبيا كانت يعني مبادره في هذا الموضوع، ونشرت ايضا قناه المستقبل وقناه ليبيا الفضائيه وقناه المستقبل وليبيا الفضائيه وبحر الوطن، وحتى قناه الحدث ايضا رغم برامجها المضغوطه لكنها حاولت ان تغطي معنا بعض الحصص التعليميه. ثم بعد ذلك اتجهنا
الى انه نحاول قدر الامكان ان يستأنف العام الدراسي، لكن كان لدينا العديد من الاتصالات مع اللجنه الاستشاريه الطبيه، باعتبار ان اللجنه الاستشاريه الطبيه هي المعنيه باعطاء اذن في هذا الموضوع عدمه، فكانت لنا العديد من الاجتماعات مع اللجنه الاستشاريه الطبيه وحتى اللجنه التي كافحت وباء كورونا، وكانوا يعني يطلبون من استئناف العام الدراسي ان حتى فيها شح. وبعد كان لدينا اخر اجتماع في شهر رمضان المبارك الماضي، وكانت هناك وعود استئناف العام الدراسي 30/5، لكن نتيجه لعوده العالق فتعثر موضوع العام الدراسي، فامهل الطبيه طلبت منا ذلك على الاقل اسبوعين او ثلاث اسابيع حتى ينتهي موضوع تسفير العالقين وعودتهم الى بلادهم بسلام الله. وانت تعرف هذا الموضوع العديد من التحوطات وياخذ منا الكثير من الوقت، فكنا دائما بان نحن وراء موضوع مهم وهو موضوع التحضير للعام الدراسي، وبالتالي قررنا ان ننشر الاسئله الاستشاريه واجوبتها حتى الطلاب الاطلاع على ولو على يعني مستوى بسيط من التحضير، بعد يطلعون على المنهج يشوفون الاسئله ويحضرون انفسهم للامتحانات. وكانت لدينا حقيقه يعني لدينا اصرار كبير جدا بان نعمل امتحانات الاقل، لكن وكان هناك حتى قانون وزير التعليم رقم 210 لسنة 2020 حددت فيه مواعيد امتحانات النقل، قسمنا هذه الامتحانات يعني لمراحل النقل 3 مراحل. كان كنا نستخدم فيها الصف الرابع والخامس والسادس، والمرحله الثانيه كنا نستخدم فيها الصف السابع والثامن، والمرحله الثالثه كنا قد استهدفنا فيها الصف الاول ثانوي والثاني ثانوي بشقي الادبي والعلمي. لكن قبل ان يعني قبل الامتحان ثلاثة ايام تقريبا كان هناك انتشار غير عادي لوباء كورونا في عده مناطق، لعل يعني بلديه وسرت، فحذرت اللجنه الاستشاريه الطبيه بل تحذير فقط، وانما بعد رساله رسميه يتعذر اجراء امتحانات النقل. تم اتجهنا الى موضوع الترحيل، وموضوع الترحيل صحيح هو حقيقه اتجهنا اليه ابراهيم مش رغبه منا، كان هناك امل كبير في ان ننجز امتحانات النقل، ولكن الظروف كانت حقيقه قاسيه جدا، فاتجهنا الى الترحيل بشرط، وشرطنا هو هناك فصل دراسي تقليدي 8 اسابيع يخضع، وهو فصل حقيقي، وهذا ايضا هو لجنه تعد لهذا الفصل حتى يتسنب ان يعوضوا هذا الفصل الزمن المعرفي الخطه الدراسيه. نحن حقيقه خلينا نوقف معك عند النقطه هذه دكتور عبد الرحيم، نقطه الترحيل لطلبة النقل، وهي ربما نقطة أثارت الكثير من الجدل خاصة عند أولياء الأمور، يعني هل درست وزارة التعليم هذا القرار بشكل عميق واتخذت أو درسته بشكل معمق قبل أن تصدر هذا القرار الذي يرى الكثير أنه سيسبب فجوة ربما يصفها البعض بالكبيرة لدى الطلاب من ناحية التحصيل العلمي؟ هو طبعا اولا قبل ان نكون وكلاء او وزراء وحتى ادارات او طلاب يعني بالاساس، وبالتالي يهمنا جدا ان يكون هناك خطوه صحيحه وفي الاتجاه الصحيح، سواء كان الترحيل او اجراء امتحانات او عوده استئناف العام الدراسي. لكن هناك تحديات كبيره ليست يعني متاح ان يكون استئناف العام الدراسي في هذا الوقت بالذات. وفي نفس الوقت اذا نحن قمنا بالتاجيل مره اخرى، يعني
يعني أجلنا الامتحانات مرة وثانية وثالثة ورابعة، فهذا يؤدي أيضا إلى تأخير في الدراسة وتأخير العمل. طبعا هذا موضوع كبير جدا، نحن نحتاج إلى استعداد غير عادي للعام الدراسي. وبع كورونا يعني حتى خلال معنا مع اللجنة الاستشارية أفادوا بأن هذا الوباء سنوات، وبالتالي علينا أن نتعايش مع هذا الوباء. صحيح. نوجد بديل لاستئناف العام الدراسي. نحن صحيح اتجهنا إلى موضوع التبديل وإن كان بمرارة في هذا القرار. لماذا لم تجرى لهم الامتحانات دكتور عبد الرحيم أسوة بالشهادة الثانوية والإعدادية؟ اللجنة الطبية البشرية منعتنا من ذلك. وفي هذا الوقت رسائل مكتوبة قالت لنا في هذا الوقت يمكن إجراء هذا الامتحان. وانتظر نحن انتظرنا وثانية وثالثة، ولكن انتظرنا مرة أخرى. طبعا جيدا ومشاهدين وطلبة، لأن احنا أجلنا النقل في هذا، سنؤجل امتحانات الساعة، وإذا نحن امتحانات الشهادة في سنؤجل استئناف العام الدراسي الجديد سنة 2021. طبعا هذا يرتب كثير من الالتزامات. دكتور عبد الرحيم عذرا على المقاطعه، يبدو ان هناك مشكله في الصوت. مشاهدينا الكرام نذهب الى هذا الفاصل القصير حتى يتم اصلاح هذا العطل، ثم نعود اليكم مجددا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ونكمل نقاشنا مع وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية الدكتور عبد الرحيم البريكي. دكتور عبد الرحيم أهلا وسهلا بك مجددا. كنا نتحدث عن لماذا لم تجرى عملية امتحانات لطلبة النقل أسوة بطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية. سبق وأن ذكرت لك قبل قليل، قلت لك أن اللجنة الطبية منعتنا من إجراء الامتحان نتيجة للظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، وهو أن هناك انتشار غير عادي في مدينة طبرق وفي سرت وفي غيرها من المدن، لعل جدابية كانت هذه المدن أيضا. وبالتالي نحن عملية التأجيل التي دخلنا فيها مرة ثانية وثالثة ورابعة بالتأكيد ستربكنا. يعني نحن إذا كان أجلنا امتحانات النقل سيترتب عنا تأجيل امتحانات الشهادات، سيترتب عنا أيضا تأجيل استئناف العام الدراسي الجديد سنة 2021. وأيضا نحن بإعدادنا للأسئلة الاسترشادية التي تم توزيعها على كل الطلاب وتعاملوا معها الطلاب واكتشفوا فيها حتى بعض الأخطاء المطبعية واستعدوا للامتحان، نحن بهذا اطمأنينا إلى حد كبير بنسبة كبيرة، اطمأنينا على أبنائنا الطلاب بأنهم قد تحصلوا على نصيب منطقي من المعرفة. ثم أنه أنا أريد أن أطمن أولياء الطلبة أو أطمن أيضا أبنائنا الطلاب بأنه الفصل التمهيدي الآن يعكف عليه خبراء من التعليم في إعداده وتلخيصه وتقديمه للمؤسسات التعليمية، وهو سيمر به الطالب لمدة 8 أسابيع. يعني بداية العام الدراسي القادم يخضع الطلاب لدراسة فصل تمهيدي قبل أن يدخلوا في دراسة المواد الجديدة اللي هي في القادمة بإذن الله. في موعد محدد دكتور عبد الرحيم للانطلاق العام الدراسي المقبل لم يتم التحديد؟ في خطتنا أن في العام الدراسي 11 القادم بإذن الله تعالى. يعني أمام امتحان الشهادة ينجز فيها الدور الثاني إذا كان في الدور فاستعد في العام الدراسي بإذن الله. نمشي لموضوع الامتحانات، الأسبوع القادم مفروض أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية، ومن بعد نهاية الشهر امتحانات الشهادة الثانوية. ما هي استعدادات الوزارة من حيث سلامة الطلبة وكذلك المشرفين على هذه الامتحانات؟ طبعا الوزارة اصدرت قرارها، قرار وزير التعليم رقم 234 قاضي بعملية
2036 القاضي بإجراء الامتحانات الشهادة الثانوية وإتمام مرحلة التعليم الأساسي. عكفت إدارة الامتحانات بالتنسيق مع إدارة التربوي في إعداد الأسئلة أسئلة الامتحانات النهائية، وهي الآن قد أنجزت هذا الموضوع بشكل كامل ومستعدة. تم طبع الأسئلة بالكامل وأوراق الإجابة، وهناك استعدادات يعني كبيرة لإجراء الامتحانات. نسقنا في هذا الموضوع مع جهاز الإمداد الطبي في كتاب من وزير التعليم لرئيس الحكومة، وقد حاله مشكورا إلى جهاز الإمداد الطبي بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة حسب أعداد الطلاب وحسب أعداد اللجان مقارها، وبالتالي أفادونا جهاز الإمداد الطبي مشكورين لأن كل الإمكانيات متوفرة. إن شاء الله يعني يوم غدا تحديدا سيكون استلام، هذا سيوضح أيضا إعلاميا استلام كل الإمكانيات من جهاز الإمداد الطبي وتوزيعها على كل مراقبات التعليم وعلى كل اللجان. وإن شاء الله تعالى تنطلق الامتحانات يوم الأحد القادم ويوافق يوم 6/9 بإذن الله تعالى. هناك من يشتكي ربما دكتور عبد الرحيم الكيب، خاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، من عدم تكملة العام الدراسي والذهاب فورا إلى الانتخابات، وأن مسألة الدراسة عن بعد أو عن طريق التلفاز لم تكن مجدية أو ذات منفعة كبيرة بالنسبة لهم. هل تضعون ذلك في عين الاعتبار؟ هو أولا نحن مثل ما عملنا في سنوات النقل عملنا في الشهادات، يعني عملنا أسئلة استرشادية 150 سؤال في كل مادة علمية وبإجاباتها، وعكف عليها طبعا ايضا خبراء في التعليم من اداره التفتيش التربوي بالتنسيق مع اداره الامتحانات، واستلموها الطلاب. وفي نفس الوقت عملنا دروس شارحه للاسئله وتم نشرها عبر القنوات العلميه، وتم توزيع حتى سيديات على الطلاب يرغب في استلام بعض السيديات يتفضل ليستلمها. وبالتالي نحن حاولنا نصل الى الطالب بكل الطرق بكل السبل، حاولنا ان نصل الى الطالب وان نوفر المناخ العلمي المتاح ظروف جائحه كورونا. وبالتالي الطلاب اليوم صحيح ربما التحصيل المعرفي بالعوده الى كراسيهم ومدارسهم والى فصولهم لم تتاتى، لكن هناك تحصيل معرفي ولو نسبي قد تم من خلال الاسئله ومن خلال شروح الدروس الشعبية التي تم نشر القنوات العلمية، قناة المستقبل وقناة ليبيا الفضائية وقناة ليبيا روح الوطن. هذه القنوات قد ساهمت وما زالت تساهم، ربما بعد يومين أو ثلاثة أيام سيكتب عرض الدروس الشارحة للمستوى الأول اللي هو شهادة التعليم الأساسي، وبعدها سيبدا الشرح للاسئله الاستراتيجيه في المرحله الثانويه. وبهذا نكون نحن اطمأنينا على ان الطلاب قد تحصلوا على التحصيل المعرفي، وفي نفس الوقت حتى تعاملهم مع الاسئله واجوبتها مر العديد من القنوات واستفادوا ان شاء الله نحن الى حد كبير. طبعا هذا الكلام ليس كلام تعليم او تعليم او اداره، هذا وراءه تله من الخبراء القويين في اداره التربو وحتى في البلديات من خبراء اللي لهم باع طويل التعليميه، وكان لي حتى ايضا تجربه التعامل مع مسرح في احداث القازي في حرب مسلحه على الارهاب. يعني هذه مسائل صحيح نحن حقيقه مزعج في هذا هو موضوع اختلاط اجتماعي وخاصه طبيه، هذه مساله مهمه بالنسبه لنا لغايه الخطوره ان ابنائنا يلتزموا بالضوابط ويلتزموا بالشروط ويلتزموا بالكمامه ويلتزموا باعمال الفحوم ويلتزموا ايضا حتى الاختلاط، وان كان طبعا المكلفه هذا الموضوع عن طريق دكتور مشكورة قد
تحدثت معهم في الطوارئ اتفقوا على الاحترازات الطبيه في حالتها بين اللجنه الاستشاريه. صحيح احنا الان مستعدين استعداد كامل، لكن املنا في او في اولياء امور الطلبه طبعا، حتى الطلاب نحن في سن تعتبر تدركوا، وبالتالي التعليم الاساسي ثانوي وحتى هم كبير في اخذ كامله في جانب على هذا الموضوع امتحانات في هناك نفسيين وهناك يعني مشرفين وسيكون هناك في هذا الموضوع كل لجان خدمة فيها الحيطه والحذر في يعني نسعى حقيقي وصلت وزاره التعليم كل الوزارات العامله فيها والتعليم ومدراء رؤساء اللجان في خطوه صادقه منهم ان يتم استئناف الدراسه العمليه هي بدءا امتحانات الشهاده الثانويه ومرحله التعليم الاساسي ان شاء الله. نعم حقيقة دكتور عبد الرحيم في الأخير كان صوتي يقطع، مضطرين نمشوا فاصل مرة ثانية إلى حين إصلاح هذا الخلل. مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير مجددا ثم نعود إليكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبكل تأكيد نعتذر منكم على هذا التأخير بسبب خلل خارج عن إرادتنا. نستقبل مجددا وكيل وزارة التعليم الدكتور عبد الرحيم البركي عبر الهاتف من مدينة البيضاء. دكتور عبد الرحيم أهلا وسهلا بك، ونعتذر منك أيضا على هذا التأخير وكذلك هذا الخلل خارج عن الإرادة. دكتور عبد الرحيم دعنا نتحدث عن موضوع التعليم عن بعد، إلى أين وصلت الوزارة في تجهيز هذا الملف الكبير وربما الجديد على التعليم في ليبيا؟ هو بالتأكيد ما تعرضنا له نحن الليلة في هو هذا التحدي الذي يواجه التعليم عن بعد تحديدا بالضبط، يعني إضافة لما تفضلت به قبل قليل مثل يعني موضوع الثقافة العامة وموضوع اللوائح القانونية وموضوع بعض الإمكانيات التي نحتاجها. لكن وزارة التعليم الخطوات الكثيرة التي اتخذتها من بينها توصلت الوزارة لاتفاق مع المنظمة العالمية يونيسف لدعم التعليم الإلكتروني عن بعد، وتم طرح برنامج مايكروسوفت تيمز كأفضل وسيلة ممتازة لربط وزارة التعليم بمؤسساتها عن طريق الإنترنت. وطبعا في هذا الإطار تم تدشين المنصة الإلكترونية المجانية يوم 13/8 بداية هذا الشهر أو منتصف الشهر إشراف تقنية المعلومات مع فريق مبادزون. طبعا استهدف حقيقة هذا الفريق كمرحلة أولى تدريب عدد من أعضاء التدريس ليصبحوا أيضا معهم في الفريق كمدربين. وطبعا هذا موضوع يحتاج إلى عمل كبير ويحتاج إلى إمكانيات. نحن حقيقة بهذه المناسبة أنا أوجه الدعوة بكل، لان قضيه التعليم استاذ حسن والحديث للجميع ترى ان هي قضيه وزاره ولا هي قضيه يعني وكيل ولا هي قضيه مدير اداره معينه، هذه قضيه التعليم قضيه وطن وموضوع التعليم موضوع وطن، وبالتالي على الجميع ان ينتبه للتعليم. نحن بحاجه حقيقه الى تآزر الجميع، الى تكاتف الجميع، الى أن رئاسه الوزراء والبرلمان وكل شرائح المجتمع ان يتبنوا قضيه التعليم ويدعموها دعم حقيقي، لان نحن حقيقه اذا نحن اهتمينا بالتعليم بالتاكيد سننجز العديد من الاشكاليات وسنتغلب عليها ونحلها. واذا نحن اخطانا في التعليم بالتاكيد ان كل المشاكل ستزداد تعقيدا وتزداد سوءا.
وبالتالي وزارة التعليم في موضوع التعليم عن بعد اتجهت خطوات عملية مهمة جدا وماشية فيها بخطوة ثابتة، لكن هذا طبعا مرحليا لن يكون التعليم عن بعد هو البرنامج الوحيد المعتمد في العملية التعليمية، لكنه سيكون رافدا مهما للعملية التعليمية وسيعالج لنا الكثير من الاخفاقات اللي موجوده في حتى في مساله القصور اللي موجود عند بعض المعلمين. يعني مثلا على سبيل المثال لما ناخذ مدرس رياضيات ونجيبوه في التعليم عن بعد، فهذا يعني ان هذا المدرس سيصل الى كل الطلاب في كل مكان من ربوع بلادنا الحبيبه، وسيغطي حتى اذا كان هناك قصور في بعض اعضاء التدريس سيغطي هذا العنصر، لان من يتصدى لموضوع التعليم عن بعد بالتاكيد انه سيكون محل ثقه وسيكون الى درجه كبيره من الاداء ومن التقنيه العاليه. ونحن حقيقه برنامج التعليم عن بعد اليوم اصبح عندنا العديد من الخطوات المهمه، نحن لا نتحدث عن لجان عمل، نحن نتحدث عن فرق فنيه تشتغل بشكل مكثف وماشي في هذا الاتجاه. ربما الامر يحتاج الى تواصل وتعاون مع الهيئه العامه للاتصالات. دكتور عبد الرحيم، الى اي مدى تتعاون معكم الهيئه؟ هناك عندنا تواصل كبير مع الهيئة العامة للاتصالات، وطبعا المأمول مش هو هذا المطلوب، نحن نحتاج طبعا هم دعمونا في بعض الإمكانيات، لكن هناك أمل كبير في أن يتم الدعم أكبر، لأن أنت تعرف التعليم عن بعد هو يعتمد أصلا على تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات، وهذا أمر مهم وغاية في الأهمية، لكن الذي اليوم ليس متاح سيكون غدا متاح بإذن الله تعالى بتضافر الجميع بتوجيه الإمكانيات الحقيقية لوزارة التعليم ولإعطاء ملف التعليم أهمية قصوى، سيكون التعليم بخير. وإذا كان التعليم دائما يأتي في المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة فنحن حقيقة ستكون هناك مشكلة حقيقية. هذا ليس الدعوة لأنه فيها مثلا محاربة لقطاع التعليم، ولكن إنما هو إعطاء، نحن نريد أن يعطى ملف التعليم أهمية وأولوية في كل القطاعات. لماذا؟ لأن التعليم يمس أبنائنا الطلاب، يمس جيلنا، يمس مستقبلنا، يمس حياتنا العامة، يمس حتى مستشفياتنا وجانبنا التقني والصحي وفي المواصلات وفي الاتصالات وفي كل مناحي الحياة وفي الهيئات القضائية. يعني كل ما نحن حافظنا على قطاع التعليم وأنتجنا منتج جيد بالتأكيد هذا سيكون يعود بالنفع على مجتمعنا بشكل عام. وانا هذه مناسبة ادعو كل مؤسساتنا الى تضافر الجهود لدعم قطاع التعليم. نتمنى ذلك. دكتور عبد الرحيم، متى نكون جاهزين لاستعمال هذه التقنية في التعليم بحسب المعطيات المتوفرة الان والخطوات التي وصلتم اليها دكتور؟ نحن بالنسبة لنا احنا كفريق بالنسبة لإدارة تقنية المعلومات فريق مبادرون، هم بادين في الشغل وتحضيرهم واضح، لكن المسألة ليست مسألة يعني وزارة التعليم لوحدها، يعني نحن عندما نتحدث عن تقنية الاتصالات ونتحدث عن تغطية البلاد بشكل عام بالاتصالات بشكل جيد ونتحدث عن عدم انقطاع التيار الكهربائي، هذا يحتاج الى تضافر الجهود، جهود المجتمع وجهود كل القطاعات عليها ان تتضافر مع بعضها وتحل كل الاشكاليات، لكن كوزارة التعليم هي اتخذت كل خطواتها وجاهزه للعمل وما عندناش اي مشكله. بالنسبه للمواد العلميه جاهزه مسجله بالكامل وتحت اشراف اداره التفتيش التربوي، ما فيش اي مشكله في هذا الموضوع. مشكلتنا بالنسبه للتدريب، نحن مستمرين في اداره تقنيه المعلومات، يعني دربت العديد من اعضاء هيئه التدريس وما زالت مستمره في خطتها، وكل ما تدرب مرحله هذه المرحله ستفيدنا في انها ستنطلق في كل بلدياتنا وستدرب غيرها من اعضاء التدريس. يعني اليوم التدريب هو عن طريق البرنامج التعليم عن بعد، لكنه سيكون غدا في كل بلدياتنا، يعني ربما اليوم تحت اشراف اداره تقنيه المعلومات سيكون غدا في كل البلديات، لان كل اعضاء التدريس الذين تم تدريبهم هم سيكونوا مدربين في المستقبل. يبدا اذا نحن من ناحيه العمل نحن جاهزين، لكن على المؤسسات المجتمع بالكامل ان توفر المناخ المناسب لتاديه برنامج التعليم عن بعد.
برنامج التعليم عن بعد يحتاج إلى استقرار التيار الكهربائي، يحتاج إلى استقرار الوضع السياسي، يحتاج إلى استقرار الوضع الأمني، يحتاج إلى استقرار أيضا مسألة الاتصالات. هذه كلها تحديات كبيرة تواجه موضوع التعليم عن بعد. لكننا نحن ذاهبون بإذن الله تعالى سنصل، لأنه نحن مقتنعين جدا أن موضوع التعليم عن بعد هو رافد مهم للعملية التعليمية. هذا لا يعني إذا تحدثنا نحن عن التعليم عن بعد معنى ذلك أن الدراسة ستقف وأن مدارسنا ستقفل. لا بالعكس، نحن سنستمر ومدارسنا ستفتح لأبنائنا الطلاب. حديثك يقودنا لشيء مهم دكتور عبد الرحيم، وهي شكل العام الدراسي الجديد كيف سيكون؟ نحن طبعا في هذا الإطار شكلت لجنتين رئيسيتين من وزير التعليم، لجنة رئيسية برئاسة وزير التعليم وزير التربية والتعليم المتحدث معك، ولجنة أخرى فنية تعكف هذه اللجنة على إعداد مقترح المحتوى المعرفي للتعليم العام. يعني هذه اللجنة فيها خبراء، فيها مفتشين تربويين، فيها خبراء في التعليم من كل البلديات، ويضع لنا تصور طبعا من المتوقع وليس من مش المتوقع وإنما هذا أمر ضروري وفقا لقرار وزير التعليم أن هذا العمل سينجز مع بداية شهر 9 القادم بإذن الله تعالى، ستكون الخطة جاهزة لاستئناف العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى. نعم دكتور عبد الرحيم، بس عشان اختصر عام دسم بالتأكيد، لأن نحن طلابنا فقدوا فيه يعني تحصيل معرفي كبير، وبالتالي سيكون هذا الفصل الدراسي دسم جدا، لكن سيكون هناك بعض المواد العلمية ربما يتم استهداف المواد العامة، ربما يتم تقليصها، لكن المواد العلمية الأساسية هي التي سيتم التركيز عليها. التدريس أيضا نحن نريد أن نحافظ على أبنائنا الطلاب وعلى التباعد الاجتماعي، وأنت تعرف طبعا نحن عندنا عدد مدارس محدود ومعدود لدينا ومعروف، وعدد فصولنا أيضا معروف، وبالتالي علينا الآن الخطة جاهزة لتوزيع أبنائنا الطلاب بشكل واضح على بما يحقق التباعد الاجتماعي وبما يكفل للجميع أن يكون متواجد في الصفوف الدراسية ولو على مراحل. نعم، في موضوع مهم بنختم به الحلقة دكتور عبد الرحيم، لم نتطرق إليه كثيرا، وهو موضوع الجامعات وطلبة الجامعات. ما مصير الفصول الدراسية في الجامعات وهؤلاء الطلبة؟ وصلتنا الكثير من الشكاوي خاصة الطلبة المقدمين على التخرج وتعطلت أمورهم بهذا التوقف. ما هي إجراءات الوزارة في هذا الصدد دكتور؟ وطبعا انا حقيقه ربما ساجيب على سؤالك فقط، لكن لست معنيا بالاجابه عليه لان هذا من اختصاص وكيل التعليم العالي الدكتوره فاطمه الغالي، لكن انا ادرك جيدا انه في قرار صدر عن وزير التعليم وهو بتاجيل العام الدراسي في مرحله التعليم العالي لمده شهر، بمعنى انه يوم 6/9 سيستأنف العام الدراسي في مرحله التعليم الجامعي. ولدي بعض المعلومات أن كل الجامعات اتخذت كل الخطوات في إطار الاستعداد لاستئناف العام الدراسي، الخطوات الاحترازية، وفرت كل ما هو مطلوب من الكحول ومن الأشياء المهمة جدا لاستئناف العام الدراسي، ووضعت خطتها. يبدأ إذن يوم 6/9 هو يوم امتحانات الشهادة للتعليم الأساسي، وأيضا هو موعد لاستئناف العملية التعليمية في مراحل التعليم العالي. في سؤال أخير ورد من أحد المتابعين دكتور عبد الرحيم البريكيو، يبدو أنه من أحد المعلمين، وهو يعني يريدون معرفة آخر تطورات بخصوص علاوة المعلمين أو الزيادة في زيادة مرتبات المعلمين. هل هي هناك أي جديد بخصوص هذا الأمر لديكم في الوزارة؟ هو حقيقة الموضوع المعلمين، اولا انا ارفع اسماء ايات التقدير والاحترام لكل معلمينا ومعلماتنا اللي حقيقه يقدمون مهمه انسانيه كبيره وهي تعليم ابنائنا الطلاب، ولهم مني كل التقدير والاحترام.
ومسألة العلاوة هي حقيقة ربما تكون مسألة مادية، لكن هم مقدرين أكثر من هكذا بكثير. أنا أطمئن كل أعضاء التدريس في هذا الموضوع بأن كل الإجراءات بالنسبة لوزارة التعليم قد اتخذت وتم إحالتها لوزارة المالية، ونحن بانتظار التغطية المالية المناسبة لهذا الموضوع. لكن فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بوزارة التعليم تم تنفيذها بالكامل. والأمر الآن متعلق بمن دكتور؟ نعم، الأمر عند من الآن؟ الأمر النهائي والقرار النهائي والخطوة النهائية عند وزارة المالية، وهناك حتى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها. يعني هي الأمور أصبحت يعني في منتهاها، ما هيش مسألة يعني شك وإلا مماطلة، لا، هي الأمر خلاص يعني في مسألة التنفيذ. الأمور بدأت في إطار التنفيذ. في نفس الوقت على الجميع أن يطمئن، يعني ربما تتأخر العلاوة اليوم أو تتأخر غدا، لكن هذا حق مقصود ومقدر ومحافظ عليه، وسيتم صرفه بإذن الله تعالى لكل أعضاء التدريس، حتى فيما يتعلق بالقانون رقم 4، ولعل هناك كان كتاب لوزير التعليم في هذا الموضوع، وطمئن به حتى أعضاء التدريس بالكامل، مدرسين ومدرساتنا في كل مؤسسات التعليم العام وغيرها، يعني حتى طمأنهم بأن الإجراءات المالية قد بدأ تنفيذها بشكل مباشر. نعم، وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية دكتور عبد الرحيم البركي، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، بدنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي حاولنا من خلالها فتح ملف العملية التعليمية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في ليبيا في الآونة الأخيرة. بإذن الله الحلقة القادمة يوم السبت المقبل سوف نفتح ملف التعليم العالي، وسوف نحاول التواصل لاستضافة وكيل وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية، وأيضا عدد من رؤساء الجامعات في ليبيا. بإذن مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلتقي السبت المقبل، إلى اللقاء.